حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وانا القاسم ولا تزال هذه الامه ظاهرون على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون